يبدو لي أن القرار السياسي الذي صدر عن المحكمة الاتحادية هو قرار ميت في مهده، يعني وفقا للمثل القائل إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع أو أطلب الشيء الدستوري. القرار قرار غير دستوري بدليل أنه استند إلى مجموعة مواد ليست لها علاقة بقانون النفط والغاز وبإنتاج النفط في إقليم كردستان، باستثناء مادة واحدة هي المادة 112 التي أشار إليها قرار المحكمة الاتحادية، القرار الجائر السياسي الذي لم يستند إلى الدستور، وهو المادة التي هي لصالح الإقليم لأنها تتحدث عن المناطق المنتجة حاليا، الحقول المنتجة حاليا عند إعداد الدستور تدار بصورة مشتركة بين الإقليم والحكومة الاتحادية. لم يتحدث الدستور عن الحقول التي ستنتج لاحقا والتي استثمرها قانون النفط والغاز في الإقليم وأصبح ينتج منها، فهي خارج نطاق اختصاصات السلطة الاتحادية بحكم كونها غير مذكورة بالدستور. المهم أن قرار المحكمة الاتحادية لا يستند إلى أي مبرر دستوري، وبالتالي يعني قلت له أنه قرار ميت في مهده، ولد ميتا وسيبقى قرارا ميتا، بدليل أيضا أن رئيس الوزراء الكاظمي قد طلب من وزارة النفط أن تتباحث مع حكومة إقليم كردستان، بمعنى بشكل أو بآخر أن الحكومة تدرك أن القرار صدر بناء على أوامر سياسية صدرت للمحكمة الاتحادية لكي تضايق إقليم كردستان عقوبة له على موقفه السياسي.